كان مخططاً أن يكون مخيماً للإبعاد، لكنه كان مخيماً استثنائياً للعودة. هكذا كان مخيم مرج الزهور هنا في جنوب لبنان. في شتاء العام 1992 أبعدت إسرائيل إلى لبنان 415 ناشطاً فلسطينياً، غالبيتهم من حركة حماس الحديثة التأسيس حينها، وعدد من الفصائل الأخرى، من بينهم الشهيدان إسماعيل هنية وعبد العزيز الرنتيسي، رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وزير الخارجية الأسبق محمود الزهار، خطيب المسجد الأقصى الراحل الشيخ حامد البيتاوي، وغيرهم كثيرون ممن لعبوا ويلعبون دوراً متقدماً في المقاومة. أرادت إسرائيل تشتيتهم في مخيمات لبنان، ولكن الدولة اللبنانية رفضت، وهم كذلك أصروا على البقاء على هذه الأرض الصخرية القريبة من الحدود مع فلسطين. رابطوا فيها سنة كاملة، حولوها إلى مخيم سمي على اسم البلدة مرج الزهور. تحملوا البرد القارس في الشتاء والقوارض في حر الصيف، نظموا مسيرات إلى معبر زمرية الإسرائيلي نحو حدود فلسطين المحتلة، من أبرزها التي لبسوا فيها الأكفان لتأكيد إصرارهم على العودة للديار، فبدلتهم إسرائيل بالقصف وجرحت عدداً منهم. لم يتراجعوا، جعلوا من المخيم منبراً لإعلاء الصوت، فاستقطبوا الإعلام من مختلف أقطار العالم. شكل صمودهم وعنادهم سلاحاً لتطبيق القرار 799 الصادر عن مجلس الأمن والقاضي بإعادتهم إلى ديارهم من دون قيد أو شرط. فكان هذا المخيم على بقعة الأرض هنا من أبلغ المحطات النضالية لقادة رفضوا الاستسلام.